بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في بيت الأمة، أهلا بكم جميعا في حزب الوفد، أهلا بممثلي كل الأحزاب المصرية، أهلا بالشخصيات العامة، بالفنانين، بالإعلام، أهلا بكل قطاعات الشعب المصري في بيت الأمة. اليوم نتحد جميعا لنقف ضد الإرهاب، نتحد جميعا لنقف ضد الإرهاب. خير ما نبدأ به هذا المؤتمر كلمات من القرآن يتلوها علينا زميلنا عضو الوفد الأستاذ سالم الغنايمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستأذن حضراتكم جميعا الوقوف دقيقة حداد على شهداء مصر، على أبناء الوطن اللي بيضحوا بأرواحهم. أشكركم. في كلمة مشهورة جدا دائما بنكررها ومنعرفش قيمتها، بس بدأنا نشعر بقيمتها مؤخرا، بدأنا نشعر بقيمتها ونشعر أيضا بمدى استعدادنا للدفاع عنها. كلمة ليه يا مصر؟ كله النهارده خايف على مصر، وكله النهارده مستعد يضحي علشان مصر، وكله النهارده شايف ان مصر بتتهدد. اللي عايز اقوله لكم ان عمر الارهاب ما بيقدر ينتصر على بلد كل شعبها مستعد يموت علشان حب التراب من ارضها. وطول ما المصريين واقفين مع بعض، طول ما المصريين واقفين ورا بلدهم وإيدهم في إيد بعض علشان خاطر بلدهم، لا هيقدر إرهاب ولا جماعات ولا إخوان ولا غيرهم إن هم يهزوا بلدنا أو يعطلوها أو يخربوها. برحب مرة أخرى بكل ضيوف بيت الأمة، بكل ضيوف حزب الوفد من قادة وسياسيين ومواطنين، كل فئات الشعب المصري أهلا بيكم في بيت الأمة. اسمحوا لي أن أبدأ الحفل بتاعنا النهاردة
بكلمة ترحيب المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد بالسادة الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم في بيت الأمة، بيت الوطنية. نلتقي اليوم في بيت الأمة، هذا اللقاء الذي يجمع كل القوى الوطنية ممثلة في الأحزاب، في كل القطاعات الوطنية الشريفة المؤمنة بحق هذا الوطن في أن يقف هذه الوقفة الذي وقفها يوم 30 يونيو. كان خروج الشعب المصري في 30 يونيو في ثورة غير مسبوقة في تاريخ الثورات، ثورة لم تحدث فيها جريمة واحدة، ثورة أكدت أن الشعب المصري إذا أراد تحقق وحقق ما يريد. هذه الإرادة الصلبة التي تجلت في 30 يونيو، هذه الإرادة وهذه الجموع بالملايين التي خرجت على فكر رجل واحد وقلب رجل واحد وتصميم رجل واحد في أنها أرادت أن تحرر الإرادة المصرية وأرادت أن تتحرر وأن تتصدى مهما كان الثمن للإرهاب. وقد تجلى ذلك يوم 26/7 عندما خرج الشعب أيضا يبايع ويناصر ويفوض القوات المسلحة في أن تتصدى لهذا الإرهاب الغاشم. هذا الجمع الذي نراه اليوم هو في حقيقته تفويضا جديدا للقوات المسلحة، تفويضا جديدا هذا الجمع هو في حقيقته وفي معناه وفي مغزاه الحقيقي هو تفويض جديد من الشعب للقوات المسلحة في أن تتصدى. نقول لها أن الشعب جميعا بكافة فئاته، بشيوخه، بأطفاله، بشبابه، برجاله، بنسائه، يقف وراء القوات المسلحة. وفي هذا المقام أيضا نقول للقوات المسلحة وللشرطة ولرجال الشرطة البواسل أنكم لستم وحدكم في المعركة، 90 مليون مصري وراءكم يؤيدكم على استعداد لأن يستشهدوا جميعا في سبيل قطعة صغيرة من أرض هذا الوطن. لن يفرطوا في تراب هذا الوطن، لن يفرطوا فيه أبدا مهما كانت التضحيات ومهما كان الثمن. إنما تشهده الساحة العربية وما يشهده العالم في الفترة الأخيرة يؤكد بصدق وبحق
بعد الشعب المصري عندما خرج في 30 يونيو وفي 26/7 ليتصدى لهذا الإرهاب الأسود، يؤكد بعد الرؤية بالنسبة للشعب المصري، لأن ما حدث بعد ذلك وما يحدث الآن وما سيحدث غدا إن لم يتصدى العالم بأسره لهذه الظاهرة الإرهابية التي أصبحت لا تستهدف وطنا بعينه، وإنما أصبحت تستهدف العالم. في الأسبوع الماضي بنجد 3 حوادث إرهابية في يوم واحد، وفي كثير من أكثر من وطن. في ظواهر إرهابية في كل بلد من بلدان العالم، وستمتد هذه الظاهرة إذا لم نكن أمام تصد عالمي لهذه الظاهرة. 3 حوادث إرهابية: الكويت، تونس، فرنسا. لعل في هذه الحوادث الثلاث في يوم واحد ما يجب أن يسلط أضواء العالم بأسره إلى أن هذه الظاهرة باتت ظاهرة دولية لا تستهدف وطنا بعينه. ولذلك فإنه لا بد على الأمم المتحدة أن تنظر إلى هذه الظاهرة على أنها ظاهرة تدخل في صميم واجباتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والذي يعطيها الحق في أن تتصدى لأي ظاهرة تمثل عدواناً على أي بلد من بلدان العالم. وهذا العدوان يمثل عدواناً على البشرية، ويمثل اعتداءً على الأوطان، ويدخل في صميم الأمم المتحدة. ولذلك فنحن من هذه المنصة بنناشد الأمم المتحدة أن تستخدم صلاحياتها المقررة لها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة في أن تنظم مؤتمراً دولياً. هذا المؤتمر نقول من هذه المنصة، ونطالب الأمم المتحدة في أن تمارس وأن تفعل الصلاحيات المقررة لها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، وأن تعمل على منع هذه الظاهرة، وأن تتصدى لهذه الظاهرة، وأن تضع من التوصيات في مؤتمر يتعين أن يلتزم به الجميع. في آخر حديثي نشكر الحضور، ومن هذه المنصة نقول أن هذا الجمع هو تفويض جديد في حقيقته للقوات المسلحة وللشرطة وللقضاء المصري العظيم الشامخ. نقول لهم جميعاً: سيروا على بركة الله، وتصدوا لهذا الإرهاب الأسود، فإن وراءكم جموع هذا الشعب، 90 مليون مصري على استعداد لأن يستشهدوا جميعاً في سبيل تحرير هذا الوطن والتصدي لهذا الإرهاب. شكراً لحضراتكم، وفقكم الله ووفق مصر، والله ولي التوفيق.
على فكرة أنا عايز أقول لكم إن مشاعر كل المصريين ومشاعر مصر كلها واصلة، واصلة للي بيدفع، واصلة للي بينفذ، واصلة للي بيخطط. وأعتقد إن هدفكم ده النهاردة بيؤكد المشاعر دي. مفيش بيت في مصر ما بيقولش نفس الكلام اللي احنا كلنا بنقوله. اسمحوا لي اقدم لكم الكلمه التاليه، كلمه الازهر الشريف، كلمه الشيخ سامح عثمان سليمان ممثلا للازهر ووزاره العلاقات. الازهر اللي بيحمي الدين، الدين الحقيقي، الاسلام الحقيقي، الاسلام الوسطي، الاسلام الذي نحتاج له جميعا الان. الحمد لله رب العالمين، سبحانه سبحانه منح خلقه حق الحياة وجعل الاعتداء على هذا الحق اعتداء على حق من حقوق الله عز وجل. لذا فإن ربنا جل في علاه جعل من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، لما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وجد أهلها في حرب وقتال، فوحد صلى الله عليه وسلم صفوفهم ووحد كلمتهم. أما بعد، الحفل الكريم أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. إننا جئنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت الأمة، جئنا من أجل حب مصر، جئنا من أجل فداء مصر، لأن مصر هي كنانة الله في أرضه، وهي محفوظة بحفظ الله جل في علاه. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإسلام الحنيف بريء من كل عنف أو إرهاب أو قتل. وإنني أذكر لحضراتكم مثالاً واحداً نظراً لضيق الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة بعد أن هاجر إليها صلى الله عليه وسلم ومكث فيها 6 سنوات، واشتاق صلى الله عليه وسلم إلى رؤية الكعبة المشرفة، فخرج صلى الله عليه وسلم في العام 6 من الهجرة من أجل أن يطوف حول الكعبة المشرفة. إلا أن قريشاً منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة المكرمة، وأخذت قريش ترسل رسلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما جئنا لحرب وما جئنا لقتال، وإنما جئنا من أجل الاعتمار. إلا أن قريشاً صممت على منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة المكرمة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل صحابياً من صحابته من أجل أن يطلب من قريش أن يدخل مكة المكرمة، فما كان من قريش إلا أن عقرت بعير هذا الصحابي الجليل وأرادت أن تقتله، إلا أنه فر هاربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإساءة بالإساءة والعنف بل بالعنف، بل إن قريشاً أرسلت مجموعة من المجرمين من أجل أن يرموا المعسكر الإسلامي بالحجارة، إلا أن معسكر الإسلام قد قبض على هؤلاء. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خلى سبيلهم وأعادهم إلى مكة في أمن وأمان. إن دل على هذا فإنما يدل على سماحة الإسلام، بل الأعجب من ذلك عندما ذهب سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل أن يدخل في الإسلام، واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على بنود الصلح الذي سمي بصلح الحديبية. وعند كتابة البنود إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من سهيل إلا أن قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لو نعلم أنك رسول الله ما حاربناك وما قاتلناك وما منعناك من دخول المسجد الحرام. فقال له سهيل، فقال له النبي: وماذا تريد يا سهيل؟ قال: أمحو رسول الله واكتب محمد ابن عبد الله. انظروا إلى سماحة الإسلام، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للإمام علي: أمحها يا علي. فقال الإمام: ما كنت لأمحها يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرني إياها. فأمحاها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حقن الدماء ومن أجل الحفاظ على الأعراض وعلى الدماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان الذي يرفع السلاح على أخيه ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل أخيه ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وإنني أطمن المصريين جميعا أن مصر الكنانة عصية على كل من أراد أن ينالها بسوء، فها هم الصليبيون قد هزموا في مصر الكنانة، وها هم التتار قد هزموا في مصر الكنانة، لأن من أراد مصر بسوء قسمه الله، فمصر محفوظة بحفظ الله، حفظ الله مصر شعبا وجيشا. فاللهم احفظ مصر من مكر الماكرين وظلم الظالمين وإجرام المجرمين وتربص المتربصين، وطهر مصر من الخونة المفسدين ومن الأعداء الحاقدين ومن العملاء الداخلين، واحفظ مصر واحفظ حدودها واحفظ أزهرها ونمي اقتصادها، ووفق ولاة أمورها لما فيه خير البلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأشكر حزب
الوفد حزب الأمة وعلى رأسهم رئيس الحزب الأستاذ الدكتور السيد البدوي الذي عاهدته مخلصا لمصر وطراب مصر، فهو يسعى من أجل مصر الكنانة ويضع نصب عينيه مصر، فشكر الله له ووفقه من أجل هذا البلد وأعانه الله على فعل الخير وعلى ما يقدمه لمصر وللمصريين، وجزاكم الله خيرا. تتوافد محافظات مختلفة لحضور المؤتمر. نرجو من حضراتكم الجلوس. كلمة تالية، الكلمة اللي هم ما يحبوش يسمعوها، الكلمة دي هم الكلمة اللي عايزين يسكتوها، هي جزء من نسيج المجتمع المصري، هي جزء من ايد مع ايد طول السنين في مصر بيت جنب بيت. الكلمة اللي جاية هي الكلمة اللي عايزين يسكتوها، زي ما عايزين يسكتوا الإسلام الوسطي، زي ما عايزين يسكتوا كل المصريين. كلمة الكنيسة المصرية، كلمة القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام بطرايك الأقباط الأرثوذكس نائبا عن قداسة البابا تاودروس، فليتفضل. شكرا. عاش الهلال مع الصليب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. باسم الإله الخالق محب البشر الذي ميزنا بالعقل والتفكير والحكمة والتدبير، السيد الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد العريق، والذي يعد امتدادا طبيعيا لحزب الوفد المصري القديم الذي أسسه الزعيم المناضل سعد زغلول زعيم الأمة وبيت الأمة، السادة أعضاء الحزب الموقرين، السادة الحضور الكرام، سلام الله وبركاته ونعمته لكم جميعا ولمصرنا الحبيبة ولرئيسنا الغالي عبد الفتاح السيسي. ولرئيسنا الغالي عبد الفتاح السيسي ولحكومته الرائعة الناشطة المخلصة ولرجال الإعلام ولرجال القضاء الشجعان ولرجال الجيش البواسل ولرجال الشرطة، تحية لهم من كل أعماق القلب. أرجو لكم جميعا كل الحكمة والحنكة في إدارة أمور بلادنا ومساندتها والوقوف الجاد المخلص الحكيم بجانبها في هذه الظروف الحرجة، وبجانب قواتنا المسلحة الباسلة، وبجانب جهاز الشرطة
ورئيسنا المخلص عبد الفتاح السيسي، حفظه الله لنا جميعا ولبلادنا، والله يبارككم. ونرجو مؤتمرا فعالا مثمرا للجميع ينتج عنه خطوات فعالة في أرض مصر بإذن الله. أتشرف بالحديث أمامكم اليوم نائبا عن الكنيسة القبطية المصرية الوطنية وعن قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبلاد أفريقيا وبلاد المهجر. أتكلم كمواطن مصري يحب وطنه ويتمنى له كل الخير والتقدم والرخاء. لقد أسعدنا كثيرا بعنوان هذا المؤتمر، وهو الإرهاب ومواجهة التطرف. كما تقدم لكم بكل الشكر على دعوتكم الكريمة لنا، وهذا يعبر عن شعوركم بالكنيسة المصرية ودورها الوطني على مر العصور. أيها الأحباء، تعالوا معا نعلي قيمة الإنسان والأوطان من خلال أربع كلمات هي موضوع كلمتي في هذا المساء. أول نقطة العلم، والنقطة الثانية العمل، والنقطة الثالثة القانون، والنقطة الرابعة الدفاع. العمل، العلم، والعمل، والقانون، والدفاع. فمن العلم، وعن العلم يقول الشاعر حافظ إبراهيم شاعر النيل: فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا، ثم استمدوا منه كل قواكم، إن القوي بكل أرض يتقي. إن العلم يا أحبائي، وأقصد بالأخص التفكير العلمي، هو المنهج الأساسي لتربية النشأ وتأهيل مجتمع يتخلص سريعا من الفكر الخرافي، ويقاوم غسيل المخ وتحليل ما يسمعه، ويعقله ليفرزه ويميز بين الصالح والطالح. ولذا يا أحبائي، يا ليتنا تبدأ حكومتنا ومناهج التعليم بالذات من الطفولة، راعي المناهج التعليم التي تحث على قيم التسامح والحب والسلام للجميع وقبول الآخر. محتاجين ان احنا فعلا نراعي، وتبتدي وزارة التربية والتعليم مناهج التعليم، وهي ده كانت اساس كل الكلام ده كله اللي احنا بنشوفه النهارده يا احبائي. والقائمين، مش المناهج بس، والقائمين على التعليم. وعندنا آية في الكتاب المقدس يقول: امح الذنب بالتعليم. إذا كنت تمحي شيء لازم يكون هناك التعليم يا أحبائي. كان السيد المسيح يقول ويصنع خيرا، وكان يقاوم هذه المتطرفين، لكن كان يعمل بينهم بكل خير، يشفي مرضاتهم، يشفي جراحهم، يقيم موتاهم، وكان يهتم أيضا بقاعدة التعليم العريضة. وأيضا قدم المثل له رائعا، فعندما كان يهاجموه الكتبة والفريسيين اليهود والصديقون وهم المتطرفين في ذلك الحين، كان يحاورهم ولا ينفعل، ويقدم لهم الحجة القوية، حتى كان السامعون من الجمهور يطوبونه ويتأثرون كثيرا بتعليمه ويتبعونه أينما ذهب. وكان يسامح كل واحد حتى من أخطأ إليه.
أنا مش عايز أطول عليك وأخذ النقطة الثانية. العمل العمل عن العمل. تقول الشاعرة والصحافية والأديبة نادية الكيلاني: حي الشباب الحر يحيي الأمل، قد لون التاريخ فخر بالعمل. الحقيقة محتاجين في هذه الأيام، لأن طبعا الشباب الذي لا يعمل محتاجين في هذه الأيام أنها يكون، وده بيكون هدف للمتطرفين واللي بيتاجروا بكل شيء. ونحن نقر جميعا بجهود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونبارك جهوده شرقا وغربا لفتح أبواب العمل من خلال مشاريع التنمية والاستثمار. وقد بدأ عهد مشروع عالمي جذب إليه آلاف الشباب، مشروع قناة السويس. أنا شرفت من أسبوعين كنت في زيارة لهناك مع قداسة البابا وفد الكنيسة. فخر فخر لمصر هذا المشروع قناة السويس، وحقيقة عمل فعلا. الله يكمل هذا العمل الجبار اللي بدأه الفريق الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله. النقطة الثانية الثالثة عن القانون. يقول: فيلسوف الإغريق أفلاطون تلميذ سقراط قبل الميلاد بحوالي 4 قرون، وطبعا كلمة أفلاطون يعني واسع الفقه، يقول: الطيبون لا يحتاجون لقوانين ليتصرفوا بمسؤولية، والسيئون سوف يجدون طريقة للالتفاف حول القانون. ونحن نقول إننا يا أحبائي نريد دولة القانون وسيادة القانون واحترام كامل لأحكام القضاء وتنفيذها بالتمام، لا فرق في ذلك بين غني وفقير، ولا بين وزير ولا غفير. لا فرصة عندنا لمن يحاولون الالتفاف حول القانون والبحث عن ثغرات فيه. وقد أعلن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه أكثر من مرة عن احترامه الكامل للقانون ورجال القانون والقضاء المصري، ونحن في ثقة بالغة نحو رجال الشرطة والنيابة والقضاء. فالقانون العادل الناجز هو الرادع لكل إرهابي متطرف يفسد في الأرض، لا يريد أن يرجع عن طريق الرديئة ويسر على شروره. لذلك فنحن نبارك ونؤيد قرار الرئيس وتكليفه للرجال القضاء العظماء بتعديل القوانين لتحقيق ذلك، فكانوا على قدر المسؤولية كما عهدوا ويحققوا ذلك بأكثر سرعة. وهذا نتذكر سيادة النائب الراحل العظيم هشام بركات الذي واجه كل القضايا بكل قوة، تاركا لنا جميعا مثالا في العمل الجاد من أجل الدفاع عن الحق، حق الناس وحق الوطن. نقدم لكم جميعا مصرنا الحبيبة ولأسرته الكريمة خالص العزاء والتعزية. عايز أقول بالمناسبة دي، قريت النهاردة أو عايز أقول أول جريمة قتل حصلت في تاريخ العالم في بداية الخليقة، لما كان قايين وهابيل في الحقل وقتل قايين أخيه هابيل. شوفوا كلام ربنا بيقول له إيه لهابيل يا أحبائي:
قال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أنا حارس لأخي. فقال: ماذا فعلت؟ اسمعوا بس الحتة دي، ربنا بيقول لقايين إيه؟ ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. صوت دم أخيك هابيل صارخ إلي من الأرض. وأنا بقول صوت الشهداء وصوت المستشار وصوت الناس اللي استشهدوا من أجل مصر صارخ، صوتهم صارخ إلى ربنا، والله يسجب لهم أحباء. آخر حاجة، بيستعجلوني هختصر ومش هكمل الكلمة، هقول بس ان انا ببلغ ليكوا يا احبائي، اننا كلنا قداسة البابا يبلغكم في صلواتنا اليومية نصلي من اجل مصر، من اجل رئيس الجمهورية والوزراء والجند، ونصلي من اجل شعبنا المصري جميعه، حتى نصلي من اجل النيل والهواء والزروع والحيوانات، ونصلي من اجل جيراننا ومداخلنا ومخارجنا، كما نصلي من اجل العالم كله لينبذ العنف ويعلي الفكر البناء. اختم كلماتي لكم جميعا بهذين البيتين، اقدمها دعوه لكل الشعب المصري ولكل العالم، اقتبسها من قصيده: كن بلسما للشاعر إلي ابو ماضي. كن بلسما إن صار غيرك أرقما، وحلاوة إن صان غيرك علقما. أحب فيغدو الكوخ كونا تيسيرا، ابغض فيبذل الكون سجنا مظلما. لكم جميعا مني خالص الحب ووافر الاحترام، نتمنى لكم ولبلدنا العزيزة كل الخير، وسلام الله وبركته ونعمته معكم جميعا. إلى كل اللي بيهتفوا، لكل اللي بيهتفوا سامعيني، انتوا كلكم بتحبوا مصر وبتقولوا تحيا مصر، مش كده؟ ولادنا محتاجين دم، وفي عربية للتبرع بالدم واقفة هنا جوه الحزب الآن. لو سمحتم، لو سمحتم روحوا تبرعوا بالدم على الأقل، زي ما بنهتف وبنقول إن دماءنا فداء لمصر. طب اديني شوية دم النهاردة بعد إذنك، مصر محتاجة دم من سيادتك. وكلكم فاطرين وبسم الله ما شاء الله بتهتفوا، عربية الدم واقفة بره، نتبرع بالدماء لمصر. المتحدث التالي في المؤتمر رجل مفكر، راجل محلل، شفته جوه مصر بيتكلم يتوقع، وشفته وشاهدته وهو يتحدث عن مصر في الخارج، حضرته وهو بيتكلم بلغات مختلفة في مؤتمرات مختلفة، يحذر ويحلل وينظر إلى ما يحدث ويفسره. الدكتور والمفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة من رجالات القوى السياسية المختلفة وقيادات الأحزاب، السيد ممثل الأزهر الشريف وممثل الكنيسة القبطية، نحتشد اليوم في مناسبة تكاد تكون غير مسبوقة، والسبب هو أن بلادنا تتعرض لاستهداف غير مسبوق أيضا. نحن لا نتحدث عن صراع بين قوى سياسية، ولكن نتحدث عن تحالف دولي غير مقدس بين قوى في الداخل وقوى في الخارج ضد هذا الشعب العظيم وضد مسيرته الظافرة. وأريد أن أقول لكم أنه ليس جديدا على مصر أن تتعرض لما تتعرض له، ولهذا فإن لقاءنا اليوم في ضيافة حزب الوفد، وهو وعاء الحركة الوطنية تاريخيا كما هو معلوم، يؤكد لنا جميعا أننا نقف وقفة صلبة وشامخة ضد كل المحاولات للنيل منا.
سيناء مستهدفة، تلك الأرض المقدسة ذات الوادي المقدس طوى التي كلم فيها الله سبحانه وتعالى موسى الكليم. أيضا هم لا يريدون أمنا ولا سلاما ولا استقرارا لهذا البلد، ويحاربون وحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي، ويستهدفونها بكل الطرق. إن القضية ليست خلافا سياسيا على الإطلاق، إنما هو استهداف، ويختارون شهر رمضان من كل عام حتى يثأروا من فوز المصريين وانتصارهم في هذا الشهر عام 1973. علينا جميعا أن ندرك أن هناك قوى خفية تقف وراء ما يحدث، وليست الأمور بالظاهر فقط. ولذلك دعونا نؤكد في هذا المكان أننا وراء قواتنا المسلحة الباسلة بكل ما نملك، ووراء الشرطة المصرية والقضاء المصري، ونعزي أنفسنا في رحيل النائب العام محامي الشعب، ونعتبر أن ذلك الشهيد الذي سقط في رمضان هو استعادة لتاريخ ليس بعيداً، فالسيناريو واحد وإن كانت الجريمة جديدة. إنني أريد وأنا دارس علوم سياسية وتاريخ مصر أن أقول لكم لا داعي أبداً للإحساس بأننا نتعرض لشيء جديد. مصر دائماً مستهدفة لأنها دولة تثير الغيرة ضدها وتستفز ما عداها بحكم ما أعطاها الله من مكانة وقيمة، وما أعطاها من تاريخ وجغرافيا. هذا البلد سوف يظل آمناً إلى يوم الدين بوعي أبنائه وصحوة الأجيال الجديدة فيه، وبالالتزام بالعلم وبالارتقاء بالتعليم وبالنهوض بوسائل الحياة المختلفة. أريد أن أقول لكم في النهاية إن مصر كما يقال دائماً عصية على أعدائها، لم تسقط أبداً ولن تسقط أبداً بإذن الله. شكراً لكم. الآن كلمة الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد. الدكتور السيد البدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طب بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إلى روح محامي الشعب المستشار هشام بركات شهيد الحق والعدل والواجب، إلى أرواح شهداء قواتنا المسلحة البواسل وشهداء الشرطة الأبطال الذين اهتدوا أمن مصر وسلامة شعبها بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة، إليهم نقول أبداً لن ننساكم، وسوف تظلون أحياء في ذاكرة الأمة خالدين في وجدانها. ونعاهدكم أننا على الدرب سائرون، ولن يهدأ لنا بال حتى نثأر لكم ونكتث الإرهاب من جذوره وتعود مصر آمنة مطمئنة. هستأذنكم الهتافات لو سمحتم، الهتافات لو سمحتوا عشان نكمل بس، لو سمحتم المحافظات كلها. أنا بقدر تحياتكم وبقدر حماسكم ضد الإرهاب، لكن نستمع جميعا إلى الكلمة. لن يهدأ لنا بال حتى نقتص من كل يد آثمة حرضت وخططت وموّلت وقتلت قصاصا عادلا ناجزا
يرهب ويردع أعداء الإنسانية، ويشفي صدور كل من فقدوا شهيدا، وتطمئن به قلوب المصريين جميعا. إخواني وأخواتي، نلتقي اليوم لنعلن للعالم أجمع أننا صف واحد قوي متماسك، كلنا عزم وإصرار على المضي في طريقنا الذي اختاره الشعب في 30/6 لبناء دولته الحديثة مصر الجديدة، مصر التي يتكالب عليها للنيل منها فئة باغية من أعداء الدين والإنسانية ممن استحلوا دماء إخوانهم في الوطن، مصر التي يتكالب عليها دولا متآمرة تحاول إسقاطها وتحويلها إلى دولة عاجزة متحاربة أهليا كما فعلوها في ليبيا وسوريا والعراق واليمن. ولكن فاتهم أن يقرأوا التاريخ كي يعرفوا قدر مصر وقدر شعب مصر خير أجناد الأرض. مصر التي أهدت الإنسانية الحضارة منذ 7000 عام، مصر التي ولد على أرضها موسى وهارون، والتي كانت للمسيح ملجأ وملاذا وللنبي محمد هدية ونسبا، مصر التي جاءها أبو الأنبياء إبراهيم وجاءها يوسف الصديق، في أرضها الوادي المقدس طوى، وفيها الجبل الذي كلب الله عليه موسى، وفيها الجبل الذي تجلى الله سبحانه وتعالى إليه، مصر التي ولدت على أرضها هاجر أم العرب فأصبحت مصر من يومها أما للعرب، مصر التي استقبلت الصفوة من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام واختصوها بالإقامة فيها فاستقبلتهم بالإسلام الصحيح والحب الذي لا تعصب ولا تطرف ولا إرهاب فيه، مصر المحروسة والتي ستظل بإذن الله ورعايته محروسة إلى يوم الدين، مصر التي خرج شعبها يوم 26/7/2013 مفوضا الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك في الحرب على الإرهاب. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. كانت مصر في هذه الفترة معرضة لخطر كبير يهدد استقرارها وأمن وسلامة شعبها، بل كان من الممكن أن نتعرض إلى ما نراه يحدث حولنا في دول عربية شقيقة. كانت سيناء الحبيبة قد تحولت إلى بؤرة إرهابية خطرة وأوكار للتطرف على يد عصابات إجرامية سمح لهم نظام الإخوان بالدخول إلى أراضينا مسلحين بأسلحة لا يستخدمها إلا الجيوش في المعارك الحربية، ومدعومين بخبرات عسكرية وتكنولوجية. وكانت الأنفاق في سيناء ممرا للإرهابيين والأسلحة. كنا نعلم أن معركتنا مع الإرهاب طويلة، وأن هناك ثمنا غاليا سندفعه من دماء أبنائنا فداء لوطننا الغالي مصر. من هنا أقول أنه يجب علينا أن نعلم أن الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أبنائه ضريبته ما نراه يحدث الآن من سقوط شهداء من خيرة أبناء مصر، وتلك هي الضريبة الوطنية التي يتمناها ويسعى إليها كل مصري حر أبي. يجب علينا أيضا أن ندرك أن الهدف الشيطاني من تلك العمليات الإرهابية الأخيرة والتي بدأت باغتيال النائب العام تهدف إلى خفض الروح المعنوية لشعب مصر وإصابتنا بالحزن والإحباط. ولا أخفي عليكم أن الأسرة المصرية عاشت يوما عصيبا، كان الحزن والقلق مسيطرا على مشاعر المصريين، ونفس الشيء يحدث مع كل عملية إرهابية.
من هنا أناشد كل المصريين أن يتحلوا بروح المقاتل المصري، وألا نستسلم لمشاعرنا بل ننتصر عليها ونواصل تصدينا للإرهاب بروح معنوية عالية، كي نفسد على أعداء الدين والإنسانية والوطن هدفهم من عملياتهم الإجرامية. وأؤكد لكم أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأننا نواجه الآن ثلول الإرهاب، ولكن أيضا يجب أن نكون حذرين مستعدين، فالمؤامرات الدولية ضد مصر لن تنتهي أبدا. إخواني وأخواتي، لا شك أن المواجهة الأمنية القوية والرد والردع السريع وتجفيف منابع الإرهاب من حيث التمويل والعتاد أمر هام تقوم به قوتنا المسلحة والشرطة بكل قوة ونجاح، ولكن يبقى أهم عنصر من عناصر الإرهاب وهو العنصر البشري، وهذا لن تبدي معه المواجهة الأمنية وحدها، ولكن يحتاج أيضا إلى المواجهة الفكرية، مواجهة فكرية من خلال إعادة النظر في مناهج التعليم وإعادة تطويرها بما ينمي القدرة على الابتكار والإبداع وبما يرسخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية والتسامح والقبول بالآخر ونبذ كافة أشكال العنف والتعصب والإيمان بأن الدين لله والوطن للجميع، وأننا نعيش منذ 7000 عام شعب واحد على ضفاف نيل واحد نعبد إله واحد هو الله رب العالمين. وهنا نيافة الأنبا تحدث بالشعر، استفزني في الشعر. أمير الشعراء أحمد شوقي قال في قصيدته: أعهدتنا والقبط إلا أمة في الأرض واحدة تروم مراما، الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام، هذه ديارهم وتلك ديارنا قد متقابلين نعالج الأيام، هذه قبوركم وتلك قبورنا قد تجاورنا جماجما وعظاما، فبحرمة الموتى وواجب حقهم عيشوا كما يقضي الجوار كراما. إن شاء الله حتحيا مصر بإذن الله. وعاش الهلال مع الصليب، والدين لله والوطن للجميع، هذه هي شعارات ثورة 1919. أذكر هنا عندما تحدثنا عن الوحدة الوطنية، في ثورة 19 وقف القمص مرقس سرجيوس على منبر الأزهر يخطب ويقول: لو كان الإنجليز قد جاءوا لمصر لحماية الأقباط فليمت الأقباط جميعا وليحيا المسلمون أحرارا. هذه هي الوحدة الوطنية التي نستعيدها بإذن الله الآن. سنة 22 حكم الإنجليز بالإعدام على 7 من قيادات الوفد، كان بين بينهم 4 أقباط و3 مسلمين. لما سعد باشا زغلول راح يقدم حكومة الشعب سنة 24 للملك فؤاد، والملك فؤاد لقى 2 أقباط من بين 10 وزراء، ووزراء في
حقائب سيادية. فقال الملك الملك فؤاد قال لسعد باشا أن هناك خطأ، أنت لم تراعي النسبة العددية، حيث كان من المعتاد أن يمثل الأقباط بقبط واحد في الوزارة. فكان رد سعد باشا زغلول إن رصاص الإنجليز في ثورة 19 لم يراعي النسبة العددية بين الأقباط والمسلمين. هذه هي مصر التي نحتاجها الآن، ونحن نتحدث عن مواجهة العنصر البشري وهو أخطر عناصر الإرهاب. لا يمكن أن نتجاهل دور الإعلام المصري والمفكرين والأدباء والمثقفين في إعادة إحياء ونشر التراث المصري السمح الذي قاده الرعيل الأول من قادة الفكر أمثال الإمام محمد عبده ورفاعة الطهطاوي وعباس محمود العقاد. وكذلك نريد العمل الجاد من خلال الإعلام وعلماء الأزهر الشريف على فتح كافة أشكال المتاجرة بالدين ومواجهة آفة التكفير التي أصابت الإسلام منذ أكثر من 1000 عام، وتصحيح الفكر الخاطئ لشباب تم السيطرة على عقله وعقيدته فأصبح يظن أن قتل النفس جهاد في سبيل الله، وأصبح الانتحاري يظن أن طريقه إلى الجنة والحور العين هو تفجير نفسه لقتل إخوانه في الوطن والإنسانية. وانطلاقا من المسؤولية الوطنية أصبح لزاما علينا كل في موقعه احتواء الشباب وآرائهم وفتح مجال العمل العام أمامهم من خلال قانون انتخابات المجالس المحلية القادم، والذي يسمح بتمثيل 25% من الشباب، فيشعر الشاب أنه يشارك في اتخاذ القرار، وهذا يعمق الانتماء والوطنية. أيضا العمل الجاد والدؤوب لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإتاحة الفرصة لإيجاد عمل للشباب لمواجهة الفقر، لأننا نؤمن أن الفقر والجهل أحد عوام الإرهاب. أيضا نرى أنه لا بد أن نبدأ من الآن في تأسيس الجبهة الشعبية الوطنية لمواجهة الإرهاب، والتي تشمل كافة أطياف المجتمع من الأحزاب السياسية وأصحاب الفكر والرأي والعلماء ورجال الدين والشخصيات العامة والإعلاميين، والتي تجوب ريف مصر للتواصل مع الشباب مصر، تحاورهم وتستمع إلى آرائهم ولتؤكد لهم أننا صفا واحدا داعمين للدولة المصرية ورئيسها، وظهيرا سياسيا وشعبيا لهما في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد، وأننا في هذه المرحلة وفي وجود حضراتكم نجدد الثقة في كافة مؤسسات الدولة، ونؤكد أننا سنظل سندا لها في أوقاتها العصيبة. أيضا من خلال حضراتكم نوجه رسالتنا للعالم أجمع أننا ماضون بكل عزم وحزم وإصرار على استكمال آخر خطوة في خارطة الطريق بالانتهاء من الانتخابات النيابية قبل هذا العام، قبل نهاية هذا العام، وأن تلك الأعمال الإرهابية لن تعرقل مصر أو تعوق المصريين عن بناء دولتهم. فأي عاقل يعلم أنه لا يمكن لميليشيات أو تنظيمات أو جماعات، مهما كان تنظيمها ومهما كان تمويلها وتسليحها،
أن تواجه دولة بحجم مصر وبقوة جيشها ورجال شرطتها وعزيمة ووحدة صف شعبها وكافة مؤسساتها. وختاماً نؤكد أن الإرهاب أصبح جريمة عابرة للحدود، وأنه سوف يتمدد وينتشر إلى أن ينال من كافة الدول، مما يستوجب تضافر دولي أمني واستخباراتي وسياسي وعسكري لمواجهة الإرهاب الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية وعدوان على الحق في الحياة، وأن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة تلزم نتائجه كافة الدول الأعضاء، بما يضمن عدم خروج أي دولة عن قرارات هذا المؤتمر وعدم دعمها بطريق مباشر أو غير مباشر لهؤلاء الإرهابيين أو السماح لهم بالتواجد على أراضيها، على أن يخرج المؤتمر بتعريف دولي للإرهاب على مستوى الأفراد والدول. ومن هنا نؤكد أن أي دولة تقف الآن موقفا سلبيا حتما سوف تعاني ذات يوم من تلك الجرائم الإرهابية، مما يستوجب سرعة اتخاذ موقف دولي لحماية البشرية كلها من تلك الجرائم الوحشية. وختاما تحية إكبار وإجلال وعرفان لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا مصر وشعبها بأرواحهم الطاهرة، تحية إلى رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال. تحية إلى قضاة مصر الأجلاء، تحية إلى قضاة مصر الأجلاء الذين لا يخشون إلا الله، والذين لم يرهبهم تهديد أو قتل أو ترويع. تحية إلى شعب مصر القوي الأبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.